regalos o qué? احنا علينا قوي يا ديبو. انت عارف ان هم لما قالوا لي انا ما كنتش مصدق. اهلا يا سن. ما تقعد. حلو. المكان حلو. استأذنت الجنرال قبل ما تفتح الهلمه دي كلها؟ ليه؟ هو خلاص مسك الحي ولا ايه؟ لا. مسك رقبيكو. هتنتهي مين في الرئاسة يا ديبو؟ شكلك لسه ما رستش زيك زي ناس كتيرة. محدش بقى فاهم أي حاجة في البلد دي. إحنا عايزين ده. شفت الصورة؟ وده بقى اللي أنت ماسك له الحملة الانتخابية. لا تقدر تقول كده حملة تصفية. يا سن ده انتبهوا المفهومية. اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقلنا لك خلاص بطلنا. معقولة يا راجل؟ ولما انتوا بطلتوا الموضوع ده هتشتغلوا فين بعد كده؟ هنا. هنا اشتغل هنا. مكان هنا حلو وعجبنا جدا على فكرة. ناس رايحة وناس جاية مبسوطين الحمد لله. ملكنا على فكرة. شوف يا ديبو، أنا قلبي عليك عايزة تحطها على فودنك. الشغل لوحده مش كفاية. لو مفيش بزنس جنب الشغل مش هتعرف تعيش. بقول لك يا فندم، تاكل رز بسمتي؟ انت مين؟ انا اول مره اشوفك. واخر مره في الفلوس. طب تشوف البضاعه الاول. صح. اصلا اديله الفلوس. لا خالص. اثبت بس السلاح. اركب العربية. اركب العربية. يا يوسف كنت ببقى عامله زي العيال الصغيره. بعد تخيل ان احنا الاثنين واحنا في ليله فرحنا وانت لابس البدله وشكلك زي القمر.
وانا لابسه فستان الفرح وبرضه شكلي زي القمر. طبعا زي القمر. انا حاسه ان قلبي بيدق بسرعه قوي. مبسوطه بجد يا يوسف ان احنا خلاص اتجوزنا وبقينا مع بعض. بس بصراحه انا كان نفسي توافق ان احنا نعمل فرح. انا نفسي اكتر منك يوسف بكتير بجد. بس اعمل ايه يعني؟ انت عارف مكنتش عايزه رامي يشوفني وانا لابسه في سن الفرح كده. عندك حق. بس انا كان نفسي احقق لك حلمك ده وحلم انا كمان. ما تيجي نروح. نروح. بس انا هوصلك البيت الاول وبعد كده اروح البيت عندي اجيب شويه حاجات وارجع لك على طول. بس انا شايفه نفسي في عينك. اول مره اشوف نفسي حلوه قوي بالشكل ده. انا هاجي معاك على بيتكم ونروح مع بعض. طب وفريدي بقى انا اصحى. رامي كان في البلكونه عند الرايق شافك وانت داخله وشاف عربيتك. نقول له ايه؟ ده المفروض ان انت مسافره يعني. صح عندك حق. طب يلا نمشي. الحاجة بتاعتك في العربية يا مدام. بس أنا عايز أعرف أنت ما قلتليش ليه؟ ممكن تهدى ونتكلم؟ مش أهدى. عايز أعرف أنت ما قلتليش ليه؟ أقعد ونتكلم. بعدين مش كل حاجة لازم تعرفها. بس المرة الجاية لما أطلع مفيش مرة جاية. هو انت فاكره ان في مره جايه ولا ايه؟ هو انت فاكراني ايه؟ انا عايز اعرف سبب واحد بس يخليكي تعملي كده. ناقصك فلوس؟ ولا هو مزاج؟ هو في ايه يا رايق؟ ما انا عارفه انك بتعمل كده من زمان. عادي يعني. وبطلت؟ ولعينك بقى. انا كنت بعمل اوسخ من كده بكتير. بعمل حاجات ما تخطرش على بالك. بس خلاص بقى. الوحيدة اللي اتكلمت معاها. كنت فاكرك هتفهميني. فاكرك هتتعاملي معايا اني بني ادم محترم ونضيف. بس يا خسارة. اصل من وقع في الوساخة يشوف كل الناس اللي حواليك. انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ مين؟ انت ولا حاجة. انت زيك زيي بالظبط. بس الفرق الوحيد اللي بيننا ان انا اخترت ابقى نضيف. انت نسيت انت كنت ايه؟ كنت وسخ. بس كان ليه اسبابي. تقدري بقى انت تقولي لي ايه اعذارك؟ عشان ده حقي. انت ليه مش عايز تفهم ان انا دفعت ده من اللي وصلت له؟ دفعت ايه وازاي؟ مش مهم تعرف. بس دفعته. واللي انا باخده دلوقتي ده أقل حق ليا. يا سلام. طب ما غيرك دفع وبرضاه مش غصب عنه. مش ذنبي إن هو إنسان عاجز ما عرفش ياخد حقه أبدا. يعني أنا دلوقتي لو موتك وخدت اللي معاكي ببقى أخد حقي مش كده ولا إيه؟ أنت ليه مش عايز تفهمني؟ أنت مش عايز تفهميني. اقعدي مع نفسك كده وفكري. هتلاقي الغلط اللي فاكراه في مصلحتك هيخليك تندمي طول حياتك. انا مدام فريده.